يؤكد رئيس الجمهورية على الحرص على أخلقة المهنة ودعم مختلف الكفاءات قائلا: إننا إذ نشيد بمهنية أسرة الإعلام الوطني في التعاطي مع الاستفتاء، فإننا نجد إلزامنا بضمان حرية الصحافة والتعبير في إطار القوانين السارية المفعول والضوابط الأخلاقية التي يتمثلها الصحافي تلقائيا في أداء رسالته الإعلامية النبيلة. بات من الضروري بل من المستعجل التفكير التشاركي والإيجابي لاستحداث الآليات الكفيلة بتقنين وتأطير أساليب العمل المستجدة في عالم الصحافة بفضل الرقمنة والإعلام الإلكتروني.